اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك مع معالي السيد خوسي مانويل الباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا وتم خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها بما يلبي المصالح والأهداف المشتركة إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك هذا وحضر الاجتماع مع الشيخ فواز بن محمد ال خليفه سفير مملكه البحرين لدى مملكه اسبانيا والمقيم في لندن والوفد المرافق لسعاده وزير الخارجيه